عيودة عمري فوق المدى عيودة قلبي عيودة قلبي كانت الشمس تنبض نار عينيك حرام عليكم حرام فيش عند غيره فيش عند غيره فيش عند غيره حني ابتسامتها بابتسام بس بتطمن مع ابوه مع امه مدرسته باب صباط بنزل كل يوم على مدرسته من 6 سنين بنزل على المدرسة بمشي الحيط الحيط ما بحكي مع ولا مع أي شخص غريب بروح على المدرسة على الساعة 6-7 الصبح وبعد برجع على داره على الساعة 2 وفي لحظة ما عند باب الأصباط اخترق الرصاص جسد إياد الحلاق ابن 32 عاماً هو من ذوي الاحتياجات الخاصة يعاني من التوحد وفي موجة البحر ترخي ضفائرها فوق رصاصتين في البطن والقفص الصدري أنهت حياة إياد بينما كان ذاهبا لمدرسته عنده مشكلة بالسمع ومشكلة اللي هو بطء نمو اللي صار معه اليوم الله يرحمه بيصير بشكل عام معنا مع بشكل الشباب المقدسي مش أول واحد ولا راح يكون آخر واحد سقط إياد الملاك الطاهر كما يسميه كل من يعرفه وسقط معه العدل على مداخل المدينة بقيت روح إياد تراها حين تدقق النظر بعيني أم الشهيد أو تراها في حسرة والد الشهيد أو في صورته التي يحمل فيها الورود بين يديه بكل براءة وسلام وهدوء احلى جفه والحمد لله رب العالمين روح عند الاحسن يعني راح عند اللي احسن منا ورب العالمين وما العيش لا عشت ممكن ما كيلو نفس صلي بالاقصى او على القليل انا مطلب واحد الي انه بس باب الاقصى يوقفوه ويروحوه على دار الاخر وين الله لا كاتب له انا بس مطلبي هو انسان تقي بخاف ربنا انسان شفاف جدا رهيب جدا انسان مش طبيعي ملاك كان عايش معي مش حرام يظلمه طفل مش حرام يظلمه هالشاب والله النسمه كنت ما أخليها الطب فيه كنت أجيبها فيه ولا أخليها الطب فيه مش حرام عليهم أعدموني يا بدم بارد كل واحد بقوله حامل سلاح هذا زيه عنده توحد شو سلاح بده يحمله يا أمي يقتل الخطاب جبنا لك شيخ الشباب نحن 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 نحن